عن أهمية هذه المبادرة بينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور حسن شحاتة الخبير التربوي. بعد التحية لك دكتور، كيف تسهم هذه المبادرة، مبادرة إحياء المسرح المدرسي، في اكتشاف مواهب الطلاب؟ هو طبعا الغاية من التعليم في الدول المتقدمة هو تقديم تعليم ممتع، في متعة وفي سرور وفي بهجة وفي تحدي وفي استثارة للمتعلمين، بحيث أن التعليم يكون ميسر سهل على المتعلمين. تقديم المادة الدراسية الجافة المجردة العقلية بتحولها إلى أشخاص وإلى حوار وإلى مؤثرات مسرحية من الصوت والضوء والمؤثرات الأخرى، دي كلها بتحاول أنها تقرب المعلومات وتبسط المعلومات وتسهل المعلومات للمتعلمين، بالإضافة إلى أنها بتدي بهجة وتدي متعة للمتعلم، وأنها بتؤثر فيه وجدانيا أيضا، كما تؤثر عقليا وتؤثر معرفيا وتؤثر مبدانيا، وبتديله الأداء والحركة والصوت. يمكن تعليم اللغة العربية الفصيحة وتعليم البودي لانجويج أو اللغة الجسد لا بتؤثر في المتعلم، دي كلها بتكون متوفرة في مسرحة المناهج. لكن القضية الأساسية أنها بتتطلب حضرتك وتتطلب جهد كبير جدا لتحويل المادة الدراسية إلى حوار وإلى مواقف درامية، وأيضا بتتطلب تدريب للطلاب على القيام بأدوارهم قبل تنفيذ المسرحية، وأيضا بتحتاج إلى موارد مالية بتكون تساعد على تحويل هذه المواد التعليمية إلى مسرحية. فهي القضية مش قضية إن أنا أعلم كل المواد عن طريق المسرح، دي مكلفة جدا وتاخد وقت كبير جدا وجهد كبير جدا، ومحتاجة مسرح ومحتاجة تنظيم معين. لكن هو طبعا بعض المواد الدراسية الجافة بعد الدروس ممكن ان احنا نستفيد بان احنا نحولها الى مسرحة، ومسرحة المناهج ده اسلوب معمول به زي استخدام القصة في التعليم، استخدام الحوار، استخدام النقاش، استخدام التقنيات التعليمية، استخدام الألعاب الكمبيوترية، كل دي من الأمور اللي بتوفر بهجة للمتعلم وسهولة في التحصيل وقدرة على الاستيعاب السليم. طيب دكتور حسن، يعني خلال الفترة الأخيرة التكليفات كانت واضحة جدا من القيادة السياسية بضرورة العمل على اكتشاف الموهوبين ورعايتهم، ده دوره إيه في بناء الإنسان في الجمهورية الجديدة؟ وطبعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي معني في تشكيل إنسان جديد للجمهورية الجديدة، لكن معني بالدرجة الأولى في وسط هذا الزخم وهذا الثراء في التعليم والتنوع في التعليم والاهتمام بتسهيل التعليم على أولياء الأمور وعلى الطلاب ودفع المدرسة إنها تقوم بدورها التعليم والتربوي، مهتم في الإرباح الأعلى أو الصفوة من المتعلمين، لأن دول حضرتك هم دول اللي هيقودوا المجتمع، وهم دول اللي هيوفروا ابتكارات واختراعات ويوفروا الجهد والوقت ويتسرعوا في عملية تشكيل البناء الجديد للجمهورية الجديدة. فطبعا أولا اكتشاف الموهوبين ثم رعاية هؤلاء الموهوبين، الاكتشاف ده بيحتاج إلى مرحلة من دوار الأطفال في المرحلة الابتدائية بيكتشفوا قدراتهم عن طريق اختبارات، عن طريق الملاحظة، عن طريق الطاقات، عن طريق العين المجردة، عن طريق آراء الآباء والأمهات وآراء المعلمين وآراء المحيطين بهؤلاء الأطفال. ده مرحلة الأولى مهمة جدا، مرحلة اللي هو الاكتشاف، لابد من اكتشافهم وتصنيفهم بحيث ان بنعمل بليسمنت او تسكين لكل اللي عندهم قدرات رياضية او قدرات فيزيكية او قدرات العاب لعبة معينة. صحيح يا دكتور، يعني هذه المبادرة يمكن بتكتسب أهميتها كمان من شيء هام جدا حضرتك سمعنا عزهم وصناعتهم أيوه. توفير بيئة صحية وبيئة تعليمية وأنشطة متعددة ورعاية
اجتماعيه ايضا، كل حتى ان بعد ان عندنا مدرسه المتفوقين انشات 1955 حتى الان، وتم عزل الطلاب المتفوقين فيها واعطائهم مثل هذا الذهب المواد والانشطه والرعايه الصحيه والاجتماعيه والتعليميه، دول مهمين جدا لان هم بيشكلوا هذا المجتمع، لان تخريج طلاب من الجامعات حاصلين على درجات علميه وحتى لو اتقنوا لغات اجنبيه وعندهم مانجمنت وعندهم كوميونيكيشن وتواصل، ده مهم جدا. لكن الاهم من ذلك انك تنتقي اللي هم الطلاب المبدعين المبتكرين، الطلاب في جميع في الادب وفي اللغه وفي اللغات. تمام يا دكتور، تمام، الصوره وصلت، واحنا بنشكرك شكرا جزيلا دكتور حسن شحاته الخبير التربوي على هذه المداخله، شكرا لك.